أمور تهمنا، برنامج شهري في صحافة الشأن العام، نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. في حلقتنا الثامنة نهار 20 فيفري 2022، باش نشوفوا غياب فضاءات الترفيه والمناطق الخضراء بولاية قبلي وتأثيرها على الطفل وتقديم حلول من الجهات المعنية. باش نحكوا كذلك على أسباب تأخر استغلال مشروع المنتزه العائلي بعمادة الصبرية من معتمدية الفوار، ونغوصوا في صلب الموضوع لمعرفة تأثير هذا التأخر على الوضع الاقتصادي بالجهة وتحميل المسؤوليات. تسمعونا على موجة إذاعة نغزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، ملك الريحاني وراقي عثمان. 20 فيفري 2022، مرحبا بكم متابعي نغزاوة اف ام، الدار داركم وما يوصلكم صوتنا. اذا تسمعوا فينا على تردد 100.9 والا تتفرجوا في اللايف على صفحتنا في الفيسبوك نغزاوة اف ام. نرجعوا لكم بمواضيع تهمنا وتهم جهتنا في حلقتنا الثامنه من امور تهمنا، معاكم صبره بن مرزوق من وراء الميكرو. ومانيش نقدم في البرنامج وحدي، معايا صديقتي ملك عسلامه، ومعايا صديقتي رانيا عسلامه، مرحبا بك. ومعنا في الاعداد احمد المهدي والمخرج برهان البلداوي. كما عودناكم أمور تهمنا يرجع لكم في موعدكم الشهري اللي يجي في إطار مشروع صحافة الشأن العام لمبادرة مناظرة بالشراكة مع 5 إذاعات جمعياتية تنضوي تحت الاتحاد التونسي للإعلام الجمعياتي. إذاعة نغزاوة هي واحدة من 5 إذاعات اللي تلقوا فيها أمور تهمنا، واللي هم عليسة أف أم، مندرة أف أم، دريم أف أم، وسليوم أف أم. البث باش يكون متزامن على كل الإذاعات من نصف النهار الماضي ساعة، لكن في كل إذاعة أمور تهمنا يطرح المواضيع اللي تمس الجهة والمنطقة هذيك. في أمور تهمنا لليوم باش نحكو على تأخر استغلال مشروع المنتزه العائلي بعمادة الصبرية بن معتمدية الفوار، ونشوفوا الأسباب مع المسؤولين. أما قبلها في الجزء الأول باش نحكو على موضوع تحكي عليه برشا في ولاية قبلي، لكن لليوم ما وصلناش الحلول. باش يكون موضوعنا باش نحكو على فضاءات الترفيه والمناطق الخضراء في ولاية قبلي. صديقتي ملك تحكي لنا أكثر عن الموضوع. أكيد صحيح صبرا، الموضوع هذا تحكي فيه برشا للأسف، وهذا ما يأثر برشا على المجتمع ككل. وفي على سبيل الذكر للحصر، باش نلقوا برشا مشاكل قاعدين نعيشوا فيها، اللي هي غياب المنتزهات وغياب الفضاءات الخضراء، وهو يعتبر من أهم مشاغل الجهة، وخاصة إنه هو عنده تأثير كبير على الطفل. وفي هذا الإطار باش يكون حاضر معانا الكاتب العام لبلدية قبلي حكيم بن حسين. عسلامة سي حكيم. أهلا وسهلا بيك. عسلامة سي حكيم، نشكرك على قبول الدعوة. عيش. اليوم سي حكيم، نقص المرافق الترفيه في قبلي يعد مشكلة قديمة مجددة. سي حكيم إذا تسمح نحب نعرف رأيك، كيفاش تشوف اليوم النقص هذا في ولاية قبلي؟ والله هات نبدأ بالفضاء اللي احنا نشتغل فيه كبلدية قبلي على الأقل، معناها الفضاء هذا اللي تقريبا أصبح عندنا عليه فكرة واضحة، وهو فضاء شاسع، معناها يمتد تقريبا على 12 ولا 13 عمادة، وتقريبا فهم قرابة 50,000 ساكن، يعني تقريبا ثلث متساكنين ولاية قبلي يوجد في بلدية قبلي. في الواقع كما ذكرتي، معناها هو بالنسبة للفضاءات الترفيه هو معناها من الإشكاليات اللي كان عندها تأثير، وخلينا نقول تأثير سلبي في جميع المجالات. وهات نبدا بالمجال المهم خاصه بالنسبه لي سي حكيم. قبل ما نحكوا على المجال، تبقى معانا نسمعوا، خرجنا للشارع وسمعنا اراء بعض المواطنين والاولياء والتلاميذ، نسمعوا مع بعضنا ونرجعوا نحكوا. هاي نسمعوا مع بعض. صغير وين باش تهزي؟ لا ثم انشطه ثقافيه، لا دار ثقافه تنشط، معناتها كوم الفو باش صغيرك تحطيه في نوادي يترفه ويتعلم في نفس الوقت. باللي نحسوها بلاد حزينه، معناها في اطفالنا على الاقل وصغارنا مع الكوفيد وغيرها اللي حرمتهم من الخروج، ما عادش يخرجوا لعائلاتهم معناها في المحيط العائلي، على الاقل نوفروا لهم ترفيه. حاجه مهمه ياسر ولزمتنا بصراحه في قبلي. الام تستحق باش تتفرهد، هي زاد تنجم تتواصل مع صغيرها، تنجم تكون مرتاحه مع صغيرها، ما تتعصبش عليه ياسر مع ضغوطات الخدمه والحياه وكل شيء، معناها المسؤوليه تاع الداء. تقبل لي فيها برشا نواقص، لا وسائل ترفيه، ما فهم حتى شيء، يعني
نتمنى يعني من السلطات المسؤولة أن تعمل حاجات للذر الصغار وموال الذر الصغار. يعني فهمت أنا كبابا أسرة يعني نعجز أني وين نمشي باش نفرهد صغار، أحيانا ما عنديش حتى المويا باش نعمل. نعيش في وضعية بصراحة خايبة برشا، أولادنا مش لاقين وين يمشوا، إحنا الكبار بطبيعتنا زادة حتى إحنا مش لاقين وين نترفهوا، غيرك يا إما شاد الشارع يا إما مسكين معناها في الدار، تلمول إني تعقد يا تليفون تلفزة مخه يتسكر نفسيتنا تعبت. رانا ما عندناش وين نلعب ورانا من القراية للدار قبل، ما عندناش وسائل ترفيه وما عندنا حتى شيء قبل هنا، يعني ما عندناش وين نتفرهد وما عندناش وين نخرج. هذا تأثر علينا على نفسيتنا بالحق صغار هانا، وما يعني نفسيتي الواحد تعب على الاخر لخاطر مش لاقي وين يخرج وين يمشي وين يجي. يعني والله الواحد كي يتلم هيك باش يعمل بروجرام ولا حكايه ما لاقيين وين نخرج، وبالحق تعقدنا منها الحكايه هذه، عقدتنا في حياتنا. يعني نعاود نرحب بك سي حكيم مره اخرى. اهلا وسهلا بك. اما راهو بالنسبه للمداخلات نتاع المواطنين ما وصلتنيش، شد في بالي معنا اي كما كنت تسمع معنا. لخص لك شوي سي حكيم الاراء نتاع الناس. الاطفال فما بعض منهم يعني في يقروا في الكوليج وفي الليسي، يقول لك حتى باش نتلم مع اصحابي واصدقائي حتى ابسط حاجه باش يحتفلوا بنجاحهم باش يخرجوا ما يلقوش وين يخرجوا. الاطفال قال لك احنا من المدرسه للدار ومن الدار للمدرسه ما عندنا حتى منفس. كما زاد بعض الاولياء قالت لك حتى اني كأم نستحق باش نتفرهد، اني كأم نستحق مكان للترفيه ونستحق زيد انه كنهز صغيري نهز المكان آمن. يعني بما يعني أنه كما تعرف إحنا في ولاية قبلي الكل عندنا ياسر ظهرت أن الصغار ديما تلعب في الشارع، قالت لك أني كنهزة يكون عندي مرفق ترفيه كامل ومسكر نهز ولدي يلعب واني مطمانة ومرتاحة. هذا يعني اللي دار في أي هذا هذا كالحوار أو هذا التساؤل أو هذا اللي ديما نسمعوه في الواقع معناها بالنسبة للمجالات نتاع الترفيه اللي حقيقة هي ناقصة في قبلي للأسف الشديد. هي مش ناقصة، هي منعدمة يا سي حكيم. نعم هي مش موجودة أصلا، مش ناقصة، هي منعدمة. وهذا يراو يعود إلى عدم التخطيط لمثل هذه الإنجازات. كما وضحت لنا صبرة سي حكيم، هذا يأكد من أراء المواطنين، هذا يأكد اللي الطفل في قبلي محروم من أبسط الأشياء. يعني تنجم تفسر لنا، هل عندك يعني فكرة كيفاش النجم يأثر هذا على الأطفال؟ كما سمعنا رايهم بانهم همش لاقيين حتى وين يخرجوا والا وين يتلاقوا مع اصحابهم. ايوا راهو فضاءات الترفيه هي ما تخصش كان الطفل فقط، راهو هو الانسان في المراحل العمريه، هو مرحله باش يعداها ايش فيه معناها. كان طفل يلزم يتفرهد ولا شباب ما يلزمش يتفرهد. عفوا سي حكيم، عفوا بالنسبة كان احنا سمعنا اراء الناس ان هم طلبوا انه بالترفيه ما كانش مقتصر على الطفل فقط، لان فما اراء متاع امهات تقولك اني مانيش لاقية وين نخرج اني وصغيري، مانيش لاقية وين نتفرهد. الاباء زادة اتشكوا لان الترفيه كما قلت انت رانا احنا ديجا طرحناه كموضوع ما هوش اللي يشمل الطفل فقط، بل احنا نحكوا على المواطن اللي موجود في ولاية قبلي انه هو ماهوش لاقي وين يخرج، سواء كبير سواء صغير سواء طفل سواء حتى انت باش يجيك صديق من ولايه اخرى باش تلقى وين تخرج وين ترفها. نصور هيك الصوره كانت واضحه اكثر. اللحظه اسمح لي على الاقل انا نوصل فكره واضحه على الاقل. كما ذكرت وقلت لي قلت لك هو مساله الترفيه هي في الواقع اشكاليه على مستوى جهتنا. نعم. ولابد من النظر فيها والعمل على يعني تخلص من هالإشكالية هذه. وكما ذكرت لك معناها هو الترفيه راهو ينجم حتى رجل الاعمال راهو بعد ما يكمل خدمه نتاعه راهو في حاجه الى انه يتفرهد. صحيح. وهنا راهو كيما الصغير اللي حاسه باش يتفرهد، كيما التلميذ كيما ذكرت انت اللي ينجم اليوم معناها احنا قبل كيف ما يكمل البريود نتاع الاكزامان واحد في حاجه لك الويكاند ولا فك العطله هذيك هو انه يخرج ويعمل لك تفريده. ولاحظنا حاجه مهمه ياسر، هو اليوم وقت اللي جينا اكل المناج في العطله وقت الحاجات اللي جينا من برا نلقوا عليها طلب كبير 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 ياسر. وبالتالي اليوم احنا ديما نتسائلوا علاش مثل هالانجازات هذه هكا اللي جينا بصفه ظرفيه معناها في عطله الشتاء ولا في عطله الربيع بالنسبه للمهرجانات واحد وكذا، علاش ما تكونش ديما متواصله في فضاء مسكر كما حكت المدام بكري معناها اللي نجم يهز فيه الصغير ولا نجم يمشي له التلميذ ولا تنجم تمشي لها العائله ولا حتى البشر اللي يخدم اللي اليوم معناها بعد ما كمل الخدمه نتاعه في حاجه الى انه يعمل لك الساعه ولا ساعه ربع ولا ساعتين يتفرهد يبدل فيهم جو باش غدوه يرجع بطاقه اخرى جديده اللي تنجم تخليه يتواصل العمل نتاعه.
حتى احنا سي حكيم نتسائلوا على ضعف هذا يعني وتاثيره على الطفل بصفه خاصه كما ذكروا صديقاتي. اتصلنا بالاخصائيه الاجتماعيه في الاداره الجهويه للشؤون الاجتماعيه بقبلي ملاك المدام نعيمه فقيح. نسمعوا التصريح متاعها باش نفهموا اكثر بحكم هي يعني من اهل الاختصاص. نجم تفسر لنا بالضبط اجتماعيا شنو التاثير هذا على الطفل؟ الظاهره هذه مشكلة ولاية تقولي راه ما فيهاش مانيج وما فيهاش معنى مساحات خضراء اللي يمشوا لها، دونك هذا عنده انعكاسات تعدى وانفجارات تتراوح به معناها الصحية والنفسية، وهذا يتسبب في بعض الأمراض اللي نحن ما نعرفوهاش معناها لكن تشخيص الطب وخاصة النفسي يأكد عليها. والحاجة الثانية تأثيرات نفسية غير يمكن يشكي ضغوطات داخل المنزل باش يلتجئ إلى حلول أخرى عوضا عن التوجه إلى فضائيات تخفيف. أول حاجة ينجم معناها الطفل يرجع إلى إدمان معناها وسائل التكنولوجيا الحديثة، وإما يخرج معناها إلى الشارع ويكتسب معناها سلوكيات غير سليمة. يمكن نعملوا معناها نظرة صغيرة على صغارنا، 80% من الصغار يلعبوا في الشوارع ويكونوا عرضة للحوادث وإلى الدخول السلوكيات نتاعها مشكور يسقط في دائرة التدخين وإلا يحب شدة السوء معناها أنه حتى تدخل في تدهور النتائج يهرب معناها من المكتب ويخبي على الأسرة نتاعها برشا حاجات. دونك الأسر اليوم بالحق أطلقت منذ سنوات صيحة فجاع هي في فضائية الترفيه والمساحات الخضراء لأنها حاجة أساسية وطلبها معناها مجتمعنا المحلي، وإن شاء الله يا رب الجهويين وإذا الوطنيين يعملوا على نظرة حقيقية ووضع بعض الاستراتيجيات التي تمكن أهالينا وأكثرنا من ممارسة الحق هذا. كما سمعنا سي حكيم التداعيات كثيرة وتأثير هذا على الطفل على عديد من الحيثيات، كما يقول لك صغير يبدأ يتراجع في الدراسة متاعه ما يلقاش منفس وين يخرج هكا الطاقة الكل، يبدأ مدمن متاع سوشيال ميديا، يبدأ ديما شاد التليفون، يبدأ ديما يلعب. أنت يعني كمسؤول وكهيكل دولة تسألوا اليوم وإحنا نسألوا وهذا يأثر علينا أكيد، يعني هل فما مقترحات أو فما مخطط في جلسات البلدية أو المجلس الجهوي؟ لا شوف بس نعطي لكل ذي حقه من إلى اليوم باش نحكوا على كمهام بلدية معناها واش لازم تعمل في الإطار هذا، هي ما تنجمش معناها تدخل فيه بمفردها ولكن في شراكة. سامحني سي حكيم ما سألتش كمهام، سألت إذا وجود مخطط يعني. لا بالنسبة للمخططات اللي تحددها الدولة هي فما المخططات الخماسية والثلاثية، واحد اللي تتحدد على مستوى الجهة يعني على مستوى الولاية، وكان بالنسبة للمخططات بالنسبة للبرنامج الاستثماري التشاركي اللي تقوم به البلديات في كل عام، هو في الواقع هو برنامج استثماري يقع فيه تشريك للناس الكل وتتقدم مثل هالمقترحات. وإحنا عندنا بعض الأشياء اللي قامت بها البلدية اليوم، أنا نعتبر مثلا كما القرية الحرفية اللي في تلمين اللي فيها المقهى اللي فيها واحد أصبحت فضاء من الفضاءات اللي كانت معناها تمشي لها العباد ولا على الاقل كمتنفس في الليل ولا العائلات تخرج غادي وتتفرهد. نجم كمرفق هذاك نجم يزيد يتطور يكون فيه فضاء للاطفال معناها كلو جو والواحد وكذا، وتولي العائله تخرج هي والاطفال نتاعها وتمشي غادي. لكن كذلك مش كنظره نجم حتى التلامذه اذا كان اليوم عندهم احتفالات بعيد الميلاد عندهم اشياء ديزانيماسيون واحد وكذا، نجم مثل هكا الفضاءات هذيك المغلقه اللي تقريبا فيها بعض المرافق ما نقولوش الضروريه اللي تنجم تستغل معناها وتستخدم فيها مثل هالاشياء هذه. لكن انا نتصور اليوم كبلديه قبلي على الاقل كنحكي على بلديه احنا موجود فيها تنجم بالفعل هو 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 الاشكاليات مطروحه على كل المستويات، على المستوى الاقتصادي على المستوى الاجتماعي، وحتى احنا نقولوا الجانب الترفيهي معناها مهم جدا، وبالتالي هي تنجم اكثر حاجه تنجم توفرها بالنسبه للبلديه هو احنا ما يسمى عندنا بالمناطق الخضراء. يعني على الاقل نقولوا احنا في كل جهه في كل قريه في كل كذا تكون هنالك منطقه خضراء ايكيبي مجهزه واحد وكذا باش تنجم العائله والطفل وغيره على الاقل في فتره الفراغ ولا في فتره الراحه نتاعه ينجم يمشي لها. لكن ما اصدقك القول معناها ما فهمناش حاجه كمخطط يعني في جهه قبلي بصفه عامه ولا في بلديه قبلي اللي طرحت الاشكال هذا اشكاليه الترفيه معناها وحاولت تلقى لها حلول إلى حد علمي بصراحة ما فماش، وأنا أتمنى من هو سي حكيم سامحني حتى مسلك صحي يعني أبسط حاجة مسلك صحي في ولاية قبلي الكل ما فماش. بالضبط يعطيك الصحة، وأنت هاك اليوم جبت لي مسلك صحي هي اليوم بالأمس القريب معناها كانت هنالك
بصراحه تجربه ولكنها مازالت ما بداتش. انت اكيد تعرف قبلي معناها وين ملعب محمد محرز، هاك الفضاء اللي قدامه كانت معناها مبرمج له في عمل مشترك بين بلديه قبلي وبين المندوبيه الجهويه للشباب والرياضه، على اساس اللي هاك الفضاء هذاك يكون مسلك صحي. البدايه معناها بدينا في مثل هالانجاز، صحيح فما بعض التعثرات لانك كما تعرف المسلك الصحي يعتمد على كل ما هو طبيعي، معناها ما يعتمدش على الاشياء نحن نقولوا اكل معناها الالات الحديديه واحد وكذا، هو كل ما هو طبيعي ويلزمه يكون زاد في فضاء معتمد. بالنسبه لبلديه قبلي معناها حريصه، خليني نقول لك راهو حريصه على انه يكون هنالك مسلك صحي على الاقل. نقولوا احنا لسانك كلوين يعمل ديفولمو بعد ما يكمل كل خمسه سته سوايع ينجم يمشي للمسلك الصحي هذا، يعمل لك نص ساعه مارشه ساعه غير ربع، يشم هواء نقي باهي معناها اللي ينجم يرجع فيه الروح. لكن راهو الاشكاليه الاكبر هو اليوم اللي كان نحكوا بمنطق، خليني ديما نعود للجانب الاقتصادي، راه لابد من ان تكون هنالك مجالات هذه، لان راهو حتى العامل اليوم راهو 8 سوايع نوم يا سيدي، 6 سوايع خليني نقول 8 6 سوايع نوم و8 سوايع عمل، لكن البقيه وين باش يقضيهم؟ اذا ما يكونش هنالك فضاءات الترفيه للاطفال وواحد وكذا، وهذا ما يخلي العديد حتى من المسؤولين الجهويين وقت اللجوء للجهات نتاعنا ما يجيبوش العائلات نتاعهم. وشنو هو السبب؟ يقول لك يا خويا والله راني نجيب لمراه شهر زوز معناها تقلق هي وصغيراتها لان ما يلقوش وين يمشوا، وبالتالي عدم هكا، وبالتالي عدم وجود هالمرافق هذه نتاع الترفيه للعائليه ولا للاطفال واحد وكذا كان عنده تاثير سلبي اللي ما يخليش مثلا بعض المسؤولين الجهويين يتشجعوا بانهم يكونوا في معناها بانهم يجوا للجهه نتاعنا. سي حكيم عفوا سي حكيم شكرا على المداخلة متاعك، لكن أنا حبيت نسأل سؤال سي حكيم. احنا اليوم كمتساكنين ولاية قبلي ملتزين ان نمشوا لولايات اخرى باش نتفرهدوا باش نخرجوا صغارنا، تنجم تفهمني احنا تو حاليا كيفاش نجموا نتأقلموا مع الوضع هذايا؟ لان رانا وصلنا في مرحلة ان العباد اطلقت صيحة فزع من الاخر، الطفل في قبلي ولا هو يطالب بحقه اللي مفروض يبدا هو اول ما يكون في الحياة ولا يجي في بلاده ولا يكون في المجتمع متاعه يكون عنده الحق هذايا متاع الترفيه. ان احنيك باش نبنوا مجتمع ولا باش نبنوا اطفال لازم يكونوا مبنيين على بيئه سليمه. كيفاش الطفل باش يكون في بيئه سليمه اذا كان انت وصلت في المرحله هذه حرمته من حقه في الترفيه؟ كيفاش من بعد احنا نجو نحكوا نقولوا ها الطفل ولا منحرف والا ها يلتجئ للمخدرات والا حتى طفل اصبح متوحد لان ما عندناش بديل اخر؟ فعلا هذه مشكل. تنجم انت يعني كمسؤول بلدي او كانسان في هيكل من هيكل الدوله تفسر لنا احنا المواطن في قبلي كيفاش ينجم يتاقلم على الوضع هذايا، كيفاش ينجم يتعايش معاه؟ يعني سي حكيم اليوم الطفل محروم، شكون المسؤول؟ شكون يتحمل مسؤوليه هكا الطفل اللي من ولايه قبلي المحروم من الحق هذا اللي هو كما ذكرت صديقتي اللي هو نورمالمون اول ما يعي على الدنيا يكون موجود معناه. لحظة، على كل حال باش ما نتهمه حتى شخص معناها أنه يكون هو مسؤول على مثل هذا العمل، هي مسؤولية مشتركة بين الأطراف الكل، بين الناس اللي موجودة تو اللي كانت موجودة قبل لأنها ما عملتش على إنجاز مثل هذه المشاريع. لكن اليوم احنا أعتقد اللي في عوض باش نحاول تكون المسؤول، هات نبدأ هو عمل تشاركي في اعتقادي أنها مسؤولية الناس الكل اللي يلزمها تقوم به، يعني يلزم كسلطه جهويه كسلطه محليه كاعلام كمجتمع مدني صحيح. كلهم صحيح. يقعدوا ومع بعضهم الناس هذيا شنو في قبل النجم نعملوا، وما على الدوله وما على البلديات اللي هي تقريبا حتى هي تلعب دور مهم ياسر، هو انها تلتزم وتتعهد في انها تخصص على الاقل نقولوا في كل سنه جزء من اموالها من اجل توفير فضاءات ترفيه للأطفال وللعائلات في المستقبل. يعني سي حكيم أنا اليوم شخصيا كلامك هذا ريحني اللي فما مسؤول عندنا في قبلي يخمم في الصغار، يخمم في المسلك الصحي، يحط فيه مخططات كبلدية قبلي. مشكور جدا جدا يعني على الكلام هذا. يعني اليوم النجم متساكني قبلي نقولوا لهم راو فما مسؤولين يخمموا، راو إن شاء الله في القريب ممكن ما نتحصلوش أكيد على مناجم كبير كما في العاصمة وكما في الولايات الكبيرة، لكن على قلب باش تكون عندنا حاجات بسيطة، مسلك صحي وين الصغير يلعب بالضبط. وهذه فرصة. أنا حكيت لك على المسلك الصحي اللي موجود في ملعب محمد محرز، وربما في المدة الأخيرة تعتقد أن هذه ستكون أوكازيون هو أن تتضافر كل الجهود ويتم الاتصال حتى بلدية قبلي وتصير عمل تشاركي، وأن نسرعوا في هالمسلك الصحي هذايا
خليها يكون مرفق من المرافق اللي يمشي لها الصغير والكبير باش على الاقل تكون متنفس بسيط لمتساكني بلدية قبلي. مشكور مشكور جدا سي حكيم على حضورك معنا وعلى توضيحك برشا برشا نقاط. ان شاء الله في القريب العاجل ننطلقوا احنا كبرنامج امور تهمنا ونصوروا ونقولوا للناس اللي هي المشكله تحلت، حتى ما تحلتش بحاجه كبيره على الاقل نبدو ديما نبدو بشوي بشوي، نبدو بحاجات بسيطه. انت كما حكيت مشكور جدا على الحضور. نمشوا نخرجوا فاصل موسيقي وراجعين، ابقوا معنا. يا مال الشام ويا
فقره همنا برنامج شهري في صحافه الشان العام، نسلطوا فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. في حلقتنا الثامنه نهار 20 فيفري 2022 باش نشوفوا غياب فضاءات الترفيه والمناطق الخضراء بولايه قبلي وتاثيرها على الطفل وتقديم حلول من الجهات المعنيه. باش نحكوا كذلك على اسباب تاخر استغلال مشروع المنتزه العائلي بعماده الصبريه من معتمديه الفوار ونغوصوا في صلب الموضوع لمعرفه تاثير هذا التاخر على الوضع الاقتصادي بالجهه وتحميل المسؤوليات. تسمعونا على موجات اذاعه نفزاوة بالشراكه مع مبادره مناظره نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعه. امور تهمنا من اعداد وتقديم صبره بن مرزوق، ملك الريحاني وراقي عثمان. مرحبا بكم من جديد مستمعينا على موجات اذاعه نفزاوة اف ام الدار داركم، ومرحبا باللي مازالوا كلتحقوا بينا تسمعونا على التردد 100.9 والا تتفرجوا فينا على اللايف في صفحتنا في فيسبوك نفزاوة اف ام. موضوعنا الثاني ما يقلش اهميه على موضوعنا الاول اللي كنا حكينا فيه على غياب المناطق الترفيهيه. نبقوا في نفس السياق، اذا انه حتى توجدت وتهيئت مناطق ترفيهيه في ولايه قبلي لكن لليوم ما شافتش النور. اكثر تفاصيل مع صديقتي رانيا للموضوع الثاني. صحيح صبرا، اليوم حتى تبنت المرافق الترفيهية بقت مسكرة. اليوم توجهنا لعمادة الصبرية من معتمدية الفوار وين المنتزه العائلي الإيكولوجي مهيئ بصفة كاملة من حيث البنية التحتية، الماء والتيار الكهربائي اللي تم بنائه بالتعاون مع الجمعية الألمانية. باش يكون حاضر معنا في الإطار هذا رئيس بلدية الفوار محمد بن علي. للأسف محمد بن علي ما يهزش على التليفون، إن شاء الله يكون المانع خير إذ أنه أكدنا معاه ويعرف موعد الحلقة والموضوع. نحاول نتصل بعلي بن سعيد نائب رئيس البلدية، في انتظار أنا نتحصل على النائب رئيس البلدية سي علي بن سعيد. مشينا ملاك وتنقلنا للصبرية ورينا حتى شفنا بعض الأطفال، يعني هو منتزه جاهز كما ذكرت راقية، التيار الكهربائي والماء وكل شيء، يعني هو جاهز من مجاميعه. لكن للأسف يعني نلقوه إنه هو أصبح يعني مكان للخمور، في عوض ما نستغلوه أو نستغلوه المواطنين أو حتى الصغيرات أو حتى الأهالي الجهة اللي هو يعتبر متنفس ليهم، لكن لم يقع استغلاله. فلوس قاعدة مشتة كاكا، اعتمادات ضخمة، نحبوا نفهموا نتسائلوا شنو السبب اللي خليهم التو ما يستغلوش للأسف. يعني أبسط حاجة. أنه تلقى الصغار يلعبوا وتمشي شوي تلقوا يعني فضلات متاع الخمور للأسف. معنا ضيفنا علي بن سعيد نائب رئيس البلدية، مرحبا. بارك الله فيك، يعطيك الصحة سلامتك. بارك الله فيك، عسلامة سي علي بن سعيد، مشكور على الحضور معنا. بارك الله فيك. هذا والله ولو أني نتشرف بالصيفة دي، لكن فضلت أنكم تقدموني كمواطن من مواطني الصبرية الشرقية، لأن الموضوع ذي بصراحة يعني اليوم إحنا فرحانين أنه باش نقدموك بصفتي يعني مسؤول، كمسؤول نائب البلدية وكمواطن اللي هو باش يعطينا أكثر تفاصيل. بارك الله فيك، محظوظين إحنا بهذا اليوم. لكن نفضل أني نتقدم كمواطن من منطقة الصبرية الشرقية اليوم في الموضوع هذا بالضبط، طبعا مع تشرف الكامل بأني نائب رئيس بلدية الفوار. طبعا كما قلت لك احنا محظوظين بأنك باش تمثل لنا الصفتين اليوم. بارك الله فيك، بارك الله فيك. المنتزه كما سمعت معنا او كما تعرف انت يا سي علي هو يقع في منطقة صحراوية، كانت التكلفة متاعها غالية للأسف حسب ما سمعنا. طبعا. هل صحيح طبعا. انه سي علي كانت التكلفة متاع المنتزه هذا 500 مليون؟ والله هو المنتزه هذا يعني الفضاء الايكولوجي هو بالاحرى ما هوش منتزه راهو يعني احنا في البلاد هذه للاسف يعني انا باش نحكي علاش قلت لك نحب نحكي كمواطن لاني باش نرفع صفه التحفظ وباش نحكي عادي توالي يعني احنا في بلاد المصطلحات الكل مضروبه، المصطلحات الكل غير واضحه، الحياه كلها اصبحت غير واضحه. سي علي باش نمشوا بشوي بشوي في الموضوع، ما زالت عندنا برشا أسئلة وبرشا معك. هل صحيح أنه على حد علمك أنه وصل 500 مليون المنتزه البناء متاعه؟ مش حد علمي أنا، الموضوع هذا رانا متابعينه من اللي حنين، ما زلنا يعني في السنوات الأولى للثورة وحتى يعني
تبعناه خطوه خطوه وتبعنا بعض يعني الجمعيات اللي حبت تستثمر في الموضوع هذا، وكان نتيجه أي يعني ضغط من ابناء وشباب. كثيره او لا؟ نعم، هو حاجه مكلفه وحاجه يعني قيمه اصلا هو بصراحه راه يستاهل حتى 500,000 دينار ولا مش حاجه يعني انتم ممكن شفتوه وزرتوه، هو تحفه بصراحه، تحفه يعني بنايه ممتازه وفي فضاء مفتوح، كان نجم يكون يعني حاجه خارقه للعاده، ولكن صحيح. يعني للاسف يعني انا مش مستكثر فيهم ال 500 مليون راهو بايس علي، سامحني قصيت عليك. مازال الحوار معاك ان شاء الله باش يكون طويل. اتنقلنا للعمادة الصبرية من معتمدية الفوار، ورينا المنتزه يعني على عين المكان، وشفنا كل شيء. هات ابقى اسمع معنا اراء بعض متسكنية اهالي الصبرية ونرجع نكملوا مع بعضنا. باهي، مرحبا مرحبا. حتى للوالي قال تم راو المشكله مش جهويه، المشكله مركزيه، خاطر هو الميزانيه نتاعه على مستوى مركزي. يعني كمعلمه نشوف اللي صغارنا تنقص، بما ان ما عندهمش وين يمشوا ولا وين يتفرهدوا. نحب يتحل المنتزه باش نحبوا نمشوا نلعبوا نتفرهدوا، نحبوا نلقوا منفس ونمشوا ونتفرهدوا زاد. نحب المنتزه يتحل باش نلقوا نتفرهدوا ونلقوا نمشوا مع عائلتنا واخواتنا ونمشوا ويدورونا في قهوه ومطعم، وراه ما عندنا الصبريه. هذه بنيه مكلفه ما شاء الله، فلوس يعني بقيمه كبيره، قاعده وكان البلاد ما ثماش مسؤول عاقل يقول هالحاجه دي نستغلوها نفعلوها نعملوها نقطه سياحيه نعملوها حتى نواه بتاع معهد اعداديه، معناها منطقه الصبريه يعني اكثر من عدد مهول من الكلام ده قاعدين يمشوا يوميا لمعهد الفوار ويجوا، كنا نجموا نعملوها كنواه بتاع اعداديه. ما نعرفش كيفاش المسؤولين قاعدين يفكروا، كيفاش قاعدين يشوفوا في فلوس الدوله وفلوس المجموعه الوطنيه قاعده تضيع. هذه بنيه تقدر بالالاف بالملايين، وبعد اربع خمس سنين ثلاث سنين تو تمشي تولي مرتع نتاع خراب ومرتع نتاع شاك يعني اعمال قذره، وتو تولي بلاصه معناها بؤره نتاع فساد، ونقولوا هاو الفساد انتشر في البلاد وهاو مظاهر الفساد والتشرد والانحراف انتشرت، بينما هو في الحقيقه المسؤول هو اللي يخلي الشيء هذا يوصل. مرحبا بيك مرة أخرى. كما سمعت معانا المتساكنين كيفاش هم متعطشين في الانتظار أننا نرجع نتصلوا به. نجم نعود ونسمع آراء المواطنين مرة أخرى. للأسف الاتصال انقطع مع السيد، إن شاء الله نعود ونتصلوا به مرة أخرى، وإن شاء الله المانع خير إن شاء الله. يعني اليوم تتسمى حلقتنا الكل نحكو كما قلنا مازلنا في نفس المجال، وحتى أنه صارت يعني مناطق للترفيه لكن ما شافتش النور. يعني تو يقول القايل 500 مليون جات تحطت يعني في منطقة صحراوية، يعني تنجم تتمثل حتى خسارة. سي علي مرحبا. ألو، بارك الله فيك. أيوة مرحبا. مرحبا بك مرة أخرى. كما سمعت معانا آراء المتساكنين، يعني شفت كيفاش ان احنا وصلت الناس متعطشة للمتنفس هذا، والمشكل كيفاش ولا هذايا المنتزه وكر للخمور والاستغلال الغير اخلاقي. سمعت معانا سي علي الاراء اللي تعدت متاع متساكني صبرية ولا لا؟ كنت معانا. اي انا سمعت، انا راني ولد المنطقة ذي وعايش فيها البلاد ذي وعارف هالمواقف ذي اصلا. يعني انا حاس، انا واحد من الناس اللي نحس نفس الاحساس اللي حسوه الاولاد ولا يعني، وهذا الموقف ذي عارفه وفاهمه ومعذورين، ولكن بالله سامحني شوية نحب نستطرد شوية في الموضوع هذا. يعني انا كيما قلت لك الموضوع هذا الفضاء هذا هو يدل على راهو في النهاية يعطينا حوصلة واحدة، خلاصة واحدة، اللي المال العام في البلاد هذه ماشي هباء منثورا. يعني هذا فضاء بالشكل هذا بالقيمه الماديه هذه، ولكن يعني تحت يعني مسؤوليه المجلس الجهوي، مجلس يقبلني معنا المجلس الجهوي، ولكن تشوفوا عملوا فيه طلبات عروض يعني وكذا واحد واستغلال، ما فكروش التفكير الامثل لمجموعه من الشباب او لانسان مستثمر حقيقي وتعطى له حتى بشكل مساعده او حتى تصير يعني قرار فعلي ان يبعث نواه كمعهد ثانوي او اعداديه. هذا يعني احنا عندنا مئات التلاميذ يمشوا يوميا في 10 كيلومتر و15 كيلومتر ذهاب واياب، يعني وتلام تبقى البرة وتجي للبرة وتروح،
كنا نجم نعملوه أي حاجة، نعملوه متنفس حقيقي، نعملوه منتزع عائلي صحيح، يعني حاجة في إطار معقول بثمن رمزي لمجموعة من الشباب. احنا كبلدية أصلا طلبنا استغلاله، طلبنا أن البناء هذه نمكن منها، ولكن طبعا المجلس جاوب باللي الناس كل تعرف كيفاش يخدم. اذا وانت علي اليوم في السلطة المتدخلة في الموضوع، وش عملتوا للطفل والاهالي للجهة كيفاش يعني؟ اذا انت اليوم كمسؤول هذا قاعدين نطلبوا، احنا طلبنا استغلال الفضاء ذي وطلبناها مع الولايات اللي جو الكل، ولكن نعرفوها يعني في النهاية رانا نعرفوا نطلبوا عارفين الرد معناها. انا نعرف المجلس جاوب باللي ايوا. شكون اليوم المسؤول على شكون اللي نجم يفتتح الفضاء هذا؟ كما نعرفوا اللي عمادة الصبرية تبعد على قبل المدينة بيسر يعني في منطقة صحراوية، هي ما عندهمش فضاءات أخرى ترفيهية. شكون هذا القرار يرجع إلى حاليا يرجع للمجلس الجهوي؟ هل فهم تحركات نجم يقرر؟ ولكن يعني سي علي اتصلتني بالمعتمد الأول، اخبرني انه فما ابيل دوفر جديده تعملت للمنتزه نتاع الفوار. والله اسمعيني، يعني انا بصراحه نحب نقول كلمه حق في المعتمد الاول نتاع قبلي. بصراحه والله يا رجل انا ما نعرفهاش شخصيا، ولكن قابلته مره ولا اثنين، والله يا رجل جاد ورجل يعني حتى في الهيئه بتاعي ينجم يخدم ويعرف يخدم، ولكن هو يعرف اللي طلب العروض هذا ابيل دوفر ما سمح حتى شيء، حكايه فارغه. ثماش قرار فعلي إداري صحيح في استغلال حقيقي للفضاء هذي. سي علي بلي مازلنا في نفس الموضوع متاع المناقصات، سمعنا أنه المنتزه الفوار يحطوا له مناقصة كل عام، وفما يسر من شباب مع عمادة الصبرية يحبوا يستغلوا، لكن مرعنا أنه الأسوام اللي قاعدة يتقدم بها المجلس الجهوي عالية، حتى وصلت كبداية مناقصة 19 مليون دينار ونص. ايش نحكي لك يعني 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 هو هذا الشيء اللي نقصده. يعني انت لما تعمل مطلب خيالي بالشكل هذا في منطقه معنا صحراويه نائيه بعيده وكذا، واحد يعني مفروض هذا يعطى حتى كشكل. انا والله حبيت بالمناسبه والله رغم ان الموضوع هذا يعني راني بحكيت فيه برشا، ولكن تحيه لبعض الشباب اللي قاعدين معناها اللي فكروا فيه الموضوع هذا. شكرا. خاصه جابر حويته اللي هو راه ولدي في النهايه، راهو ولدي هذاك مربيه بيدي راهو. ويعني المره فاتت استغربت يعني وقت لقيته داخل في الموضوع وقالك منا ويسال فيا ويعم الموضوع هذا كيفاش وكيفاش موضوع المنتزه. يعني والله تحيه لبعض الشباب ليه وللشباب بتاع بلادي وان جارت علي عزيزه سي علي، بلادي وان جارت علي عزيز زروالي وان شحوا علي كرمه. ولكن حبيت بصراحه تو ما دام الولايه اصلا هي بالاوالي قاعده، والسيد المعتمد الاول انا كما قلت لك يعني تعاملت معه مسؤول في مهرجان الصبرية للتراث والبيئة، وتعاملت معاه يعني في بعض الجلسات في كنائب رئيس البلدية حضرت. والله يعني عندي فيه هيك توسم اللي هو رجل بروفيسيونال في دماغه. مادام حتى المعتمد الأول مهش عطل في الموضوع، شكون المسؤول على هذا التعطيل؟ لا 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 هذه هو باش يجيك عدني، اسمعني شوية برك. تفضل تفضل. إن شاء الله يا السيد، إن شاء الله السيد المعتمد الأول يستغل الفرصة قدام ما يجينا والي آخر كيما الولات اللي سبقوا، ويعني ويستغل الفرصة هو تو وياخذ قرار جريء ومعقول ومنطقي ولوجيك. وانا ما نستغرباش منها، راهو السيد المعتمد الاول هذاك بالذات والله فعلا راني والله حتى اسمه ما نعرفه، ولكن فعلا انا عندي فيه بعض الملامح الجادة، واللي هو انسان جاد ويعرف يخدم. انا والله نحكم عليه حتى من وقفته هيك في المجلس الجهوي في كذا نحسه، ولكن طبعا انا نعرف المجلس الجهوي باللي فيه برشا مصايب اخرى وفيه برشا مشاكل اخرى. يعني والله غالب هذيك بلادنا وهذاك معطانا ربي وهذاك كذا من والي الوالي قاعدين. لا استاذ ما نقولوش هذاك بلادنا وهذاك معطانا ربي، لازم اراده كامله من كل الناس الكل تتعاون مع بعضها نحاولوا نحلوا هالمشكل، لان احنا كما نخدموش بلادنا ولايتنا راه ما نجم يخدمها حتى حد، لازمنا نكونوا كلنا ايد واحده نحاولوا نشجعوا الشباب، لان برشا من الشباب حاولوا انهم يحلوا المشروع هذايا يعملوا يحاولوا انهم يستثمروا فيه، لكن الاسوان كانت باهظه الثمن. لازمنا نشجعوا شبابنا ما دام الشباب هو حاول يعمل البدر. عفوا سيد الكريم بعد اذنك، مادام الشباب حاول يعمل بدر هذه وحاول انه هو يلقى حل من العمق المشكل، نحاولوا احنا نعاونوه مش نزيدوا نعارضوا. انا معاك يعني هو حاجه مش غريبه، الولايه تبقى المده هذه كل من غير والي يعني ما نستغرب حتى شيء. ايش قلت لك انا؟ ايش نحكي لك؟ هو هذا رانا في نفس الفكره انا وياك، راه ماناش مختلفين. اسمعني شويه فهمني شويه بركه.
انا بالعكس انا قلت السيد المعتمد الاول لو كان ينجم يتعامل مع مجموعه من الشباب هذوما في الصبريه يشوف ينسق معهم يلقوا حل وسط بينات بعضهم يعني هاي. كان ينقصوا في السوم شوي ينقصوا لهم في الثمن مثال وياخذوا حتى مجموعه معنا من الشباب اللي قادرين انهم يستفيدوا من المشروع هذاي وينجموا ينطلقوا به قنوات يعني ترفيهيه في البلاد اللي هو محتاجين. سي علي سامحني اني تنقلت المنتزه الصبريه بخصوص ان نحكوا على حلول وسط ومش من دورنا نلقوا حلول، لكن ينجم حتى ما يكرهوا ما دام هو غالي ما يكروش الكل، يكروا حتى شطر هو مقسوم على اثنين، معناتها يكروا حتى شطرك هو هوينا في نفس الوقت ينقص السوم على الشاب اللي يحب يستغل المكان وفي نفس الوقت يحرك البلاد. مثلا وهذا الشيء وهذا الشيء اللي قلت لك راهي القرارات هذه للاسف يعني هو تحت سلطه المجلس الجهوي يعني يتطلب القرار حبينا ولا كرهنا هو من المجلس الجهوي يعني تو السيد المعتمد الاول اذا ينجم كيفاش يتحرك بحكم هو تو بحكم يعني هو الكاتب العام للولايه والسيد المعتمد الاول ان شاء الله نتوسموا فيهم الخير ان يتحركوا في الموضوع هذا ويلقوا له حل ان شاء الله ولا ان شاء الله كي يصير عندنا والي جديد. بارك الله فيكم انتم كراديو رفزاوة ايضا يعني على اثاره الموضوع هذا بارك الله فيكم مش غريب عليكم تثيروا في المواضيع هذه وغيرها. مشكور جدا سي علي على تدخلك وفرحانين اللي كان تدخلك كمواطن وفي نفس الوقت كمسؤول وشكرا على المعلومات اللي قدمتها لنا. ان شاء الله يكون عندنا والي على قريب وينظر الوالي الجديد لكل العمادات ولكل المعتمديات. ان شاء الله يكون عندنا والي باهي راهو اسمع يا انس مدام يعني ما نقولوش ان شاء الله يكون عندنا والي، ان شاء الله يكون عندنا والي طيب جيد باهي بروفيسيونيل مش طيب لا والي يخدم خدمته يقوم بواجباته. يعني قلت لك هي راهو حتى قبل كان عندنا ولات ولكن للاسف هذاك اللي اعطانا ربي وكاو. ان شاء الله شكرا جزيلا سي علي بن سعيد تشرفنا بحضورك معنا. نمشوا فاصل موسيقي وراجعين معاكم خليكم برونشي.
أمور تهمنا برنامج شهري في صحافة الشأن العام نسلط فيه الضوء على مشاكل المواطنين ونناقشوها مع المسؤولين وصناع القرار في قبلي. في حلقتنا الثامنة نهار 20 فيفري 2022 باش نشوفوا غياب فضاءات الترفيه والمناطق الخضراء بولاية قبلي وتأثيرها على الطفل وتقديم حلول من الجهات المعنية. باش نحكوا كذلك على أسباب تأخر استغلال مشروع المنتزه العائلي بعمادة الصبرية من معتمدية الفوار ونغوصوا في صلب الموضوع لمعرفة تأثير هذا التأخر على الوضع الاقتصادي بالجهة وتحميل المسؤوليات. تسمعونا على موجة إذاعة نفزاوة بالشراكة مع مبادرة مناظرة نهار لحد من نصف النهار للماضي ساعة. أمور تهمنا من إعداد وتقديم صبرة بن مرزوق، ملك الريحاني وراقي عثمان. مرحبا بكم من جديد مستمعينا وين ما يوصلكم صوتنا على إذاعة نفزاوة اف ام الدار داركم. تو نوصلوا معكم الفقرتنا الأخيرة واللي هي تصويرة الشهر، والحقيقة فتيات هذه من أكثر الفقرات اللي نحبها. تصويرة الشهر شنية ملك متاعنا الحلقة هذه؟ إن شاء الله تصويرة اليوم هي تصورت عندها نهارين أنا وزميلتي صبرة من أمام مستشفى جهوي بقبلي الوحيد، وكما قلنا أول ما تصب المطر يبدأ عنا لك بلاش فلوس. وزيادة على هذا مالك يبدأ مصدر للأوساخ والناموس في بلاصة اللي نورمالمون تكون عليها المراقبة أكثر. هيا هاتوا نقروا كومنتارات الناس. هيا فما شكون قال المهم المطر تصب يعني مهمناش في اللي يصير. فما شكون يقول تونس الكل مصبوبة من غير ميزان ماء مش كان قبلي، هذا إن كان أنه يقصد برشا حاجات أخرين أكيد. فما شكون زادا قال كلامك هذا في النافخات زمرا رانا خماسة عند سواحلية. فما شكون قال والله الكومنتير هذا عجبني، شبحتي كان هذيك شوف اللواجات والتاكسيات قدس واحد، انتم ولاية ويلزمكم تعيشوا على خاطر ما فيهاش ولاية بلا والي. يعني أكثر الناس قالت أنه مش كان مشكلة الماء، يعني حتى نعرفوا ديما موجودة عندنا مشكلة المحطة ملاك اللي هي قدام سبيطار، يعني تلقاها كلها تاكسيات ولواجات. وزيد على هذا راهو كنقولوا مستشفى جهوي الوحيد، وكما أكدت ملاك عندنا راس مستشفى جهوي في الولاية الكل، لكن لاك كما قلنا اللي قدام المستشفى الجهوي أبار أنه مي أنه يكون واحد جاي للسبيطار يتمسخ طبعة وسخ ناموس، يعني نورمالمون سبيطار الكل يكون إيجيين يكون نظيف. وأصلا هو في الواجهة متاع البلاد، أول ما تدخل البلاد تلقى سبيطار الوحيد، نعودها للمرة الثالثة الوحيد، وتلقى المنظر يعني بصراحة شيء يوجع القلب بصراحة. اللي فتاة التصوير ينجم يرجع يشوفها في صفحتنا في الفيسبوك نفزاوة اف ام. شكرا على الاستماع والمتابعة، وشكرا على تفاعلكم على صفحات التواصل الاجتماعي. اللايف تنجم تعودوا تتفرجوا فينا على صفحة إذاعتنا نفزاوة اف ام ولا على صفحة مبادرة مناظرة. ما تنساوش الموعد الشهري كيف كيف مع أمور تهمنا لبودكاست نهار السبت 26 فيفري 8 متاع الليل على صفحة مبادرة مناظرة، وباش يحكوا فيها على واقع الأشخاص ذوي الإعاقة في تونس. وهيك نكون وصلنا لآخر حلقتنا من أمور تهمنا. كانت معكم صبرة بن مرزوق رفقة صديقتي ملاك وصديقتي راقية، وكان معنا في الفريق التقني والإخراج أحمد المهذبي وبرهان البلداوي. نشكركم الناس الكل، واستنونا في حلقات جديدة ومواضيع مهمة. شكرا وإن شاء الله ديما نشوفكم. Thank you.